ست ميادة من أجمل ما غنيتي. أنا أعمل إيه ولا سيدي أنا ولا مش عوايدك. فاتت سنة الله الله، كيل والله العظيم يعني أنا حظي كان يعني رائع جدا، لأنه أنا من صغري كانوا يقولوا لي صوتي حلو من وقت ما كان عمري 6 سنين 7 سنين، ما شاء يعني الله. حتى كنت أسمع أم كلثوم كل شهر يوم خميس، يعني حتى البابا والماما ما يشعروا فيني، احط الراديو جوات الحاف تحت الحاف. حتى ايوه والله العظيم. نعم فكنت طبعا بوقتها ما اعرف شو الكلام اللي عم بتقوله، كلام الحب وكلام الهي، بس اعشق رنة صوتها نعم اعشقها. نعم ولمت فيني هالموهبة الوالدة الله يرحمها، هذا كمان الفضل لها، يعني ماما صوتها حلو بس ما احترفت الفن. يعني كل ما اغني اغنيه، طبعا هي ما تحب انه انا اغنيها، بدها اغني الاغاني الثقيله لانه يعني هي معجبه بصوتي، فتقول لي غني مثلا لام كلثوم، غني لصالح عبد الحي، يعني انا عمري 7 سنين بعرف ليه يا بنفسي، تصور الله الله ايوه من اصعب الاغنيات الحقيقه. نعم وبعدين حبيبي هو الامر الناهي، بعدين اغاني ام كلثوم يعني اجمالا كلها، يعني الحلم انا لن اعود اليك، يعني هالاغاني الدسمه الرائعه كنت كنت كلها تبلشي احفظها وتغنيها. واغنيها طبعا فين في حفلات المدرسه. اي ف يعني الحمد لله. ويقولوا لي ميادة ليش بتطلعي فنانة؟ قلت لهم والله إذا ما لحلي عبد الوهاب بن خمدي الصنباطي ما بطلع بالفن أنا. بوقت غنيتي هدول الأغاني اللي وسبحان عددتهم. الله سبحان الله، كأنه الله استجاب دعوتي نعم وسخر لي فعلا. أنا من صغري فعلا ما تعذبت أنا بالتعامل مع الكبار، يعني بليغ حمدي اجى من لندن لهون قال لهم مين البنت دي اللي بتغني بتغني يا غائب لا يغيب، كانت اول اغنيه للموسيقار محمد المولي. وفي اسمع عتابي كانت من اجمل الاغاني، يعني انا هي نفذتها بالقاهره، بس هو كان يجي يحفظني ويروح يحب سوريا الاستاذ المولي. الموجي هاي كانت البداية الحقيقة. فبوقتها سمع بليغ يا غائبا لا يغيب، كان مبعد شوي عن القاهرة في مشاكل والله ما بعرف شو هي، فسألوا للأستاذ صبحي فرحات المنتج الكبير الله يرحمه، كمان كلهم رحلوا مع الأسف. الله يرحمهم جميعا. أي والله جميعا يا رب. فبوقتها قال له مين ميادة الحناوي يا صبحي؟ قال له ميادة الحناوي فنانة سورية. قال له يا اوه صوتها بيجنن، والنبي يا صبحي انك تحجز لي عشان اجي دمشق. نعم والله اجى وعاش 5 سنوات تقريبا هون. اول لحن انا اخذته منه كان فاتت سنة، فاتت حتى سنة. الجواب منهم ما وصلش. الله هاي أول لحن له، كان عمري 17 سنة لما سجلت شو اسمه فاتت سنة، الحب اللي كان حبينا وتحبينا. نعم هاي كان هو بليغ الحقيقة. قال له طيب ما في فرقة؟ قال لي لا حصير لك فرقة سورية رائعة جدا. الله كانت في قيادة الأستاذ الصديق والأخ الأستاذ أمين خياط. أمين خياط، وبقي نعم معك تاريخ طويل أستاذ أمين خياط. طبعا تاريخ طويل كثير منيح، يعني شيء حلو كثير. وبعدين على فكرة هن المصريين يعني المصريين فاكرين إنه الفرقة المصرية، لأنه كنا نطلع على لبنان رغم الحرب والشعواء، ورغم يعني تعرف الحرب الأهلية هاي يعني مخيفة، فكنا ناخذ الموسيقيين ويطلع الأستاذ بليغ
وانا اطلع اركب الصوت ونسجل لايف باستديو كان شو اسمه نبيل مونتاج. نعم. يعني عملنا كل الاغاني اللي فيها. يعني انا محسن جابر اجى بسنة 83 بعتقد هيك شيء قبل ما نوصل لمحسن جابر 84. انا كنت نجمت يعني انا كان عندي الحب اللي كان. نعم. كان عندي شو اسمه مش عوايدك. عندي فتتسنى، عندي حبينا وتحبينا، سيدي انا، عندي انا اعمل ايه. لا أنا سيدي انا بقى جيت بعدين لوين. نعم. راحت لمحسن جابر. نعم.